الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه ونعمه الجسيمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. معاشر المؤمنين، إن الأمة تعيش في محن وابتلاءات جسيمة وفتن متلاطمة، فما علينا إلا الصبر والاحتساب. فليعلم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يبتليه لأنه يكرهه أو أن يريد أن يصيبه بأذى، كلا، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين لتمحيصهم ولتمييزهم. عندما يعيش المؤمنين بدون ابتلاء وبدون امتحان، يختلط الصالح بالطالح، يأتي الله سبحانه وتعالى بابتلاءات ليميز الخبيث من الطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقيل له: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بعدة أمور، كما ذكر ذلك في محكم تنزيله حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبتلي الله أنبياءه لأنه تخلى عنهم ولا يحبهم، حاشا وكلا، لأنه يحبهم ويريد تمحيصهم ورفع درجاتهم. يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول:
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يبتلي الله عباده المؤمنين ليمتحن صبرهم وثباتهم، يمتحن عباده المؤمنين ليميز المنافقين من المؤمنين، ليعرف الصادق من الكاذب، ليعرف أصحاب المصالح من أصحاب المواقف. ما نراه وما نعيشه هذه الأيام من ابتلاء إخواننا المؤمنين في فلسطين وفي غزة يوضح ويبين ويجلي ذلك. هذه الأحداث هي الخافضة والرافعة، رفعت من ظن بهم الناس أنهم ضعفاء ومقهورين، رفعت صيتهم إلى الأعلى حتى يعرفهم القاسي والداني ويحترمهم. فتح الله بجهود هؤلاء المساكين أعينا كثيرة، وفتح بهم قلوب أناس كثيرين حتى يتعرفوا على الإسلام وينطقوا بالشهادتين. يبتلي فئة من المؤمنين لكي ينقذ فئة أخرى لله سبحانه وتعالى في أفعاله حكم. يبتلي الله عباده لكي يرفع درجاتهم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلي الله عبده المؤمن ويحط منه بها الخطيئة حتى يمشي على الأرض وليس لديه أي خطيئة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ود مننا الله سبحانه وتعالى باوتون يفتنا التوراة بتلاقي نجر فمن كان يفتنا بكسو نجر الله فتنا. لتبلون في أموالك በሀብቶቻችሁን ፈትናችኋለን፣ በነፍሶቻችሁን ፈትናችኋለን፣ ከጠላቶቻችሁ ብዙ ነገር እንድትሰሙ አድርገን ፈትናችኋለን። ከሙሽሪኮች ከካህዲያን በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን የታገሱ ሰዎች ከፍ ያለው ቦታ ይዘዋል በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። الله باروت لفتناتك وسلت علاتك وعلا لأسك عياتك وفلقهم ما يلا مكنياتها من الله سبحانه وتعالى. عندما أبدأ سر سفت منافقوك كمؤمنوك تكمنوك لعلامة كقرصوك لمليت عند كل سبب سفتنا ميودون እጅግ በጣም የሚሳሳለትን ህይወት ሲወስድበት
የደከመበት ሀብቱ ሲያጠፋበት الله سبحانه وتعالى لكبرت بسات تفتنو كوكوشاشا دميتاو ينن باريو لياتاو فلقو تنجي لياكسرو لياسامنو لياسازنو فلقو تنجي نزالو النور الله لو ننو نبياتو تنم فتناتش اجيب فتنا برتفو باتشو نو الله عندو توان ملوس كترتو درس جاء ዲኑን ያመጣላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በደንብ ከዱንያው ስስም ካላገቃቸውና ከነፍስያቸው ጋር ካላገቃቸው በኋላ ከምድራዊ ማንኛውም ኃይል ተቆራርጦ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መመለሳቸው ሲያረጋግጥ ነስሩን ይሰጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ብቻ እንዲሆኑ ስለሚፈልግ ነው لسين الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب يا الله ملكتني أوي ما أنه يجفت عمي مفتن وفتان في زابت نبيات اتناك فالرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قطروا يا مدقاك يا الله بارك انديو بإيمانات جولك انديو ردي يدان لا إيمان كفي على سوا فتان بزولك كفي للمالك ሰዓት እንደ ሙስሊም উম্মা እየኖርን ያለነው በፈተና ውስጥ ነው እየኖርን ያለነው ዲናችን ሲዋረድ የተቀደሱ ቦታዎቻችን ሲደፈሩ ሲቆሽሹ ጥቃት ሲፈጸምባቸው የሁሉ ማህበረሰብ በቢሊየን የሚቆጠር ህዝብ أقل بيسمون فتنة امتحان يقدر شكر الله يقدر شكر الله كان عم يود لك تنقر على مالت إيه نمالت المي شكرنا تقيت مع برسموت يقدر إيه من مع برسم በምንም መልኩ የማይደርሱበት በአቅም በእውቀትም በምን ግን አቅም አላቸው። የፈለጉትን ነገርን ያደርጋሉ። ፍትና ይበላ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ልጠይቅበት የሚገባ ጉዳይ ማለት ነው። ያን ጥቂት በነበርንበት ሰዓት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ቤት ከሚቆጠሩ ሰሃቦች ጋር ሆኖ فتحوا قلوب العباد وحدود البلاد يبزو سوچن قلب مكفت چلوان يبزو اگر دمروچن مكفت چلوان تلالات دلوچن بزنش قطوچ مخمز گب چلوان الدين هو الدين الإسلام هو الإسلام دين راس الدين سلمنا راس سلمنا قرآن راسنا لكن القوم ليسوا هم القوم يا مهبرسك يا مهبرسك ليونتان يا مهبرسك بإمام بقرطن النتون بسناكم للإسلام مصواف النت بمكفبه كالله سبحانه وتعالى قال بأنه تفسره تشك بتابي لك أمر قد يرزها قالوا مالك زاري بفلسطين مدر بغزة يتكسط وكسط كم من النار باتشو لرسل كسط عام بترلقوا لك الله سبحانه وتعالى يقول ما هو رسل من يفتن النار يقول ما هو رسل من يادنا يقول ان الزيقاء يقول لا فيزيكال أكالا ويموت فهم بتيجيت بتلاقي بيت فرصوبة فرصوبة الجب شهيد يوم سوجة لكن بلينا كتشا بسيوه بسي سناتاتشو نسيز بوش بمسناتاتشو
በሚያሳዩት ነገር ቤት ሲወድምበት ቤት በሙሉ ሲያልቅበት ሲያለቅስ ያዝ ሊቀብር ሲል አይታይ እና لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين بل العالم لا يتكفلتو هين قد يميالو تنش الله يناتشون ديكفت لبوشاتشون ديكفت يفلق الله جنس مسلمو تياك أستاتشون ديكفت على رجع الله مدينو يمكن يات جينات سألتوا يوني أكارو ويان قدو تقرطو ويان قدما شكارو تقرطو تشكمو ستالكس ستامر ياتون لك بستر ساتون يا الله ين اللي جي الشهيد بشهداء مكاكل تكبر اللي ترابط معليش من الماري فلله الله سبحانه وتعالى زند مهدود ولا الله يرنن ولا تنبلون منه ليس موت لزمنات نفبت بيت نبرت وشاكشا ونزي يكسون الباتشا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون سنو يهدني أستوى الضمان من مالة الله ترقوا من سياو من لنه نزي سوچين دلو على الرب إيه نسمى عمبة النف من لنه استي قرآن بأنا عمبة قرآن عمبة جمع شهادة ما يسجمع شهادة وكذبات جمع قدم الله يا لك بالنزي صوت جم بالنزي صوت ورسو بضيين الزيقة لقلين وكسبوت جم الإسلام اللي مطرح إِنَّا لَنَمْصُرُ رُسُلَنَا مَالَتِي نَصُرْ دِبْ مَسْتَتْبَرُوا مَالَتِي إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ نَصَرُ اللَّهَ فَنَصَرَكُمُ اللَّهَ الله من قد يقول
ما هي يقولوا مالك ألا ما قلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أنسى له لا إله إلا الله يا رب الله دين الله من غير شهيد يوم سوك تندس ترى سو تترى مقال تصبت يا ويحنا الجرى مصر يرزقون قربنا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله من فضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين نزع لافو تراثته لنا فتنامته ليس من ذلك قبلاته قبل بلساته ليس له تسمتنا كثيرا الله سبحانه وتعالى بعد ما يتلك عمنا قدات منه بلن تعطلاتا يتكتبتن منه يعلم دعي أرقن منه يعلم ما هو الفتنة عدو يعلم منه مرقات كالشار إمري لا فتنة وزيب لكم بالتأيكم يوانا بلنو الشار مي يعلم ما شاء الله كاما كان تأيكنا إيه ما هو الفتنة ومالت رياض المنافق اوش بتقروا لو أطاعونا ما قتلوا يتلو سوى الشار جاتوا سبسبوا سبسبوا جاتوا سبسبوا يكون تكمتوا بلا ناتوا جاتوا سبسبوا مكمت عالشارو من يان الشيخ النورو عينو كنا بربنا يبنوا سوى الشار يقوانا نسوا من نوانجلاتوا الذين قعدوا بمكمت عالشارو يراس عالشارو على فنس بحر مكوت عالشارو كتبولوا ليلة سولة ليلة ولا بمكس عالشارو لنكم نمسدن بمسر حلقنا الله سبحانه وتعالى وكسعته نزيلت فتن وطلاط دارت المرور ما يتوق ما عبل يفتنا ما عبل بمنوط عبا الساطلين قامت لك أكبر مرسل يا الله كم يفتن وصوتي عم تعالى رقل ما لتفلقات فتنا وستيقب وصوتي ما الله بيا وطعته الله لك لك لله لتعبكاته الله سبحانه وتعالى ملمني متأيكا الله سبحانه وتعالى ونبلوكم في الشر والخير بدلوتم فتنانا بدلوتم فتنانا تقرم فتنانا سيستهم سيعمولاك الآن هلكم أقر سيارك الله فتنانا سيكالك الله سيوسدهم سيعقول الله فتنانا ولكتم وقرمش تماكم بكبت عيشون مارتهم نجري تمشات الله يفتنهم يا مدين بس ما يفتنهم يا الله سبحانه وتعالى ويا الأولى يا يا فرادى يونجزين دلوت يونجزين شكر بقول لكم ساعات ميزانه هي تجارنا الله يفتنك كل نجر بتشوت بتشوت سيادرك دبرت تطبيق يا الله هم تطبيق يدينا ان تطبيق انا ولكم صفات الناس دبرت تطبيق ساعات امر ود الله سبحانه وتعالى ما يقولش ملس صبر ادركين ولكم ولتم في تناصفنا يا ولد مالك بني جيت فتنا الله وي بيوت يا اللي بني جيت فتنا يا مصبرات صالح شوان الله بفتنا يتبس عدد يتفرار نو الله سبحانه وتعالى يانسك الله صالح ليستدك الله يسنع لك تباكم يسنع لك إياك سيان مستدر الله بني جفتنا من الله يامرك لجول يامرك الله يلم أسباب يا رب اسكنا بمستفتنا بمستفتنا الله سبحانه وتعالى بتعامل ملكام كون الله عليك إن فتنان ملكام هنا يا زنان كرتشل سوى ملكام هنا على فنتك دا فوتا لتزناك كل نجار بكا ببيت سنبس ببيت سنبس كل نجار على فنتك انت نتزناك يمكن يا الله
ستان مصفرينكو ودي مهمارو ودي ليلة تخال ليلة وانجل ومتينو كله من جزء الدنيا بزاو حينة ملكم سكالي كلم سيساتر مالت مؤمن بزين كله أحواله وسط ما حلين يوم من قرر ما يسهل لبث مالت ولنتم تشعفمون اللبث سوم يا إله فتنة سو يا ما يا إله فتنة ما جلس الماتش لو فتنة وسطه لا ما جلس الماتش لسه ما لا جرب ماتش لا ما بيشان تنا جرب الله سبحانه يعلم ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير عندما هو يصف فتنة متى عندما أمير سلم سمتا تقول لنا يا أيها يبقون الناس الله سبحانه وبركتا يا فتنة انت كنس انت وقف من دل يا بركتا عند أمير سمتا عند أليم سمتا بيّن رجاءتنا الله سبحانه وتعالى اشتيك أنا المعز أحسب الناس أن يتوقعوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنونكم أي كلام لما نمسوا عصبوا إلى الله سبحانه وتعالى سويت عمنا بالتابلو من الليلة يفتنا عينة نقر سعيدة سباتو ميالف مسلاتو من الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن المنافقين ولا يعلم أن الكاذبين فتننا كنا أنت بس تفتنا الدروس وجبة أيام لكم فتننا التوار أو نتنجلك وشتنجل لدمي ليلة الله سبحانه وتعالى بعلم درجة كهنة فتنة وجهلمة بسادنا بعد قبوة الوزبوت جدنا راكة الوزبوت تتياني أن تتجل قرأينا وبيسنا اگر قد مسلم عندما هنا عندما هنا جد يتم عرب تعفل يقول مسلم لأولي كستت سكس يبقى يستمع القوانا أنا إذا أفضل يعني من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منه يا مسلم قدام ما يسحصل ما يستحقوك يا ونسو كان نسوى إلى النبي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لمن يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله فزدني علي ما نمس وصايفتا لألفج الدنيا دار ابتلاء بزي دنيا لاي زوتاري ميون ما نمسو إلا لأن داو فنا على كي على في دون الشجر بج مهما كان فلقنا كنا بتنظر تاوك بالنون عوك بالنون مري بالنون تمري بالنون دها بالنون تيننيا بالنون بشتنيا بالنون يوم ما نحن የማይነስ ሆነ ድረስ ደግሞ ለእግዚአብሔር ዱንያ ላይ የፈለገውን ያክል ፈተና ቢበዛ ወሰለ አለይሂ ሰላም ባደህታቹ ላይ ምን ይላል በጣም በብዙ ፈተና ውስጥ ያለፈ ሰዎች በእያንዳንዱ ፈተናው ላይ ሰብሩ ባደረጉት ልክ እንካ በዚህ ጊዜ ልጅህ ሞታብህ ሰብራ አድርጋለሁ በዚህ ጊዜ ንብረት ወድሞብህ ሰብራ አድርጋለሁ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ እንዲሆንከውንካ ያንዳንዱ በደረሰበት ስቃይ መከራ ባደረገው ሰብር
الله سبحانه وتعالى سسات أو سساتك من اللبث كل حياتي يفتنا حياتك وانا يقولوا يمنان سسات كعجب الفزاد رزيك إنما يوفى الصابرون أجره غير حسابي تبعي فتنا من منيت اللبث لا ضب إيمانا الجل إيمانا الجل لك لك فتنا مسمتا ليلا فتنا ليا مدار بسنا بيجل كدينا الجل كما فتن درس ليا درس سنا بيجل كبار فتنا كدين مفتن الله سبحانه وتعالى والتنبيه بالقرآن يا أولاد تقلوا مموتنا بيوت نور بدين مفتن تقلوا مموت الشارع لما الله سبحانه وتعالى تقل ستموت يوتا عن غير مثلها بدين هي مفتن قد عينهم بيقول ما جرشا من اللي ونبدأ من جلالتك والفتنة أكبر من القتل فترة أكبر من القتل عند سو كدين مفتن بعد كذي يتبول بعد كذي تبول بتشاب عند كذي ما كما موت يباس بس الله يفتن يقول الله ملما يسخر لقال مالك الله فتنا أيتنا كجبان ما الله صبره صناته عند سفر مالك فتنا سجدنا مثلا يقول فتنا سجدنا وري ما أفضل جدا تحصل مهورات انديهم كنت بلو ايه جزع ايه سموتها الله لمجسس سمو من قطرة بس انشاء الله متى تشكرات لما انه من ناقر يا لك لا الله سبحانه وتعالى من ناقر ولسه مملسنا انديهم فلت قرتين الله لفوه اجرى هيك الناس نزايد كتناقر كلها تسوي صوري شنفل المقطع لو زايد ما استهان زافل لي ليش أنا الله دراسات اللي توني في الأمر كليلا وديب كان مستعد لا يا أم كان بس بتشان من الناقر هو نجد بتوه كنا تشلك السن بمن ما سنا تشلك الله سبحانه وتعالى يسمعنا شكوى ما كرب كارلت نور الله سبحانه وتعالى سموتها ما كرب كارلت نور الله سبحانه وتعالى لمن يأخذ الله يغزل شكر كمولا وعنده خزائن السماوات والأرض يمدر يسمى يخازنا ما لجنة الله سبحانه وتعالى تام من سكونس وإذا مرد فهو يشفي هم الممسك آية شكر كمولا يتام بجزي مياري من مانو الله سبحانه وتعالى من بلا من تطعتن كونس ميا بلا ميا بالطمع والذي هو يطعمني يسقي الله سبحانه وتعالى زي ونسون من النسي على الدماء الله سبحانه وتعالى باروتني سمات جاهي سشكرات جاهي دمس أتشو المسمات يفلق عن الله سبحانه وتعالى شو هذا أتشو ابن الله يونس المسو فتناوس تندق وسيارة قاتشو يا سقاي أتشو بس نسو بس أتشو سقاي لمزنا لمجزة قلوا لنا الله سبحانه وتعالى دمس أتشو كزاو اللو تألما وسط كزاو اللو تألك أتوسط مسمات فلق الله سبحانه وتعالى نبي الله يوم بزاوه بشتا مكان حسك عيام بازمان سياسك عيات شب دمسا شب مسمع تفلق خلاص نبي إبراهيم نسات استسور أول حسبي الله ونعم الوكيل إني لو جبس نسمع تفلق الله نبينا عليه الصلاة والسلام من زمج على إنزاوه ونسك عيام سياور نبات شب حسبنا الله ونعم الوكيل إني لو مسا فلك الله سبحانه وتعالى خلاص زينا وده بساوي بدرها بسبب طول البروت عنا لو نشي قرس قطنا الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون شكر فلكم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله من الله أإله من الله
ذا نجر وسط قبان سو يلو سلت مانو الله سبحانه وتعالى شكرنا ميقال تلت مانو الله سبحانه ويكسب السنو ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل اللهم أصحاب نبيك محمد وعنا معه بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود الغاشمين والمنافقين المندسين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في أرض غزة العزة اللهم عجل لهم نصر وفرجك يا قوي يا متين اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد سهامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد سهامهم اللهم يا رب كن معهم ولا تكن مع أعدائهم يا قوي يا متين اللهم عليك باليهود الغاشمين المحتلين اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المحتلين يا قوي يا متين اللهم وفقنا الصلاة فيه أجمعين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجمع بين كلمة المسلمين اللهم اجمع بين كلمة المسلمين ووحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع بين كلمة المسلمين ووحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة